فنان ولكن من نوع خاص، والفن في القلب وفي الراس. يعمل خيم أشكال والوان، مش أي تصميم كده وخلاص. طارق يحب الشغل قوي وبيمشي ورا إحساسه عشان يطلع بتصميم مش عادي، وهو ده طبع الفنان. وعم مصطفى ليه خبرة وباع طويل قوي في التصميم، وهما الاتنين في المهنة ليهم مكانة وشغل عظيم. ازي حضرتك؟ كل عام وانتم بخير. ربنا يبارك منور الدار الاحمر كله. الله يخليك يا مصطفى، يا ربنا يبارك فيك. منور بوجودك، حتتكم جميله، ربنا يبارك فيك. زمان لما كنت باجي امشي هنا يا مصطفى كان الاقي زي البنك العريض ده بيشتغلوا، كان بيشتغلوا والناس معظم قاعدين، الرجاله فاردين رجليهم قدام، بس عدد الخيميه قل، الصناعيه الحرفيين قلوا فعلا. الصناعيه ما معظم تجاره بقى، ده في مثلا السنه دي ده قماش مطبوع. بالظبط، ده موسم رمضان فكله بقى بيشتري القماش المطبوع. بالظبط كده، يعني كتير من المحلات قلبت التجاره. كان هذا محل بيبقى وكان نشاط تاني، لا هنا سوق الخيميه بيبتدي يروح يتاجر في الخيمات، يشوف حاجه الناس بتبقى عايزاها. بالظبط كده، بالظبط. وده بقى من احسن الخيمات النهارده عندنا الموجودين، اللي هو دخلها عن حب برده مش مهنته، الحاج طارق الطفطي. هنرجع بقى لطارق لما نخلص مع حضرتك كلام. ربنا يبارك فيك. ايه المكان الجميل ده بقى يا عم؟ ربنا يبارك فيك ده بوجودك. ده ايه ده؟ يعني فجأة في مكان هادي، كويس ان احنا طلعنا فوق عشان الشارع ازدحم جدا تحت. مش ده خان الخيمية، معمول اصلا للخيمية، يعني المفروض ان الناس الفنانين يقعدوا يشتغلوا هنا. معظم وقلت لي العطفة اسمها ايه؟ ده ذؤاء المسك. اي ذؤاء المسك، وبره اسمه قصبة رضوان. قصبة رضوان، نعم. وذؤاء المسك، وهنا خان الخيمية اللي اتعمل اساسا عشان يجمع الخيمية كلهم فيه. دخل فيه بعض الحرف اللي هي بتساعد للخيمية، معظمها ورش. كلها ورش معظمها، لكن فيها معارض زي هنا. لكن حضرتك مثلا لما تشتغل، تشتغل من هنا يا عم مصطفى؟ نعم طبعا، تقعد تشتغل من هنا اهو، لان حتى الزبون الاجنبي بيحب يشوف المنتج وهو شغال فيه. نعم. لسه في اجانب بيجوا الخيمية يا عم مصطفى؟ يعني موجوده بس مش كتير، موجود. نادر، بس زمان كان في اكتر بكتير بيجوا. طبعا حتى وقت السياحه كانت. وحضرتك بتفرجني سوق الخيامية من الأول للآخر. نعم. كان في منتجات بقى من الطباعة كتير قوي قوي. نعم. دي على طول القماش المطبوع ده ولا ده عشان بس رمضان؟ بس حضرتك عشان انت جيت في الموسم بتاع رمضان، فمعظم الخيامية اللي هم مش حرفية، اللي هم التجار، بيقلبوا بقى يبيعوا أدوات رمضان زي القماش المطبوع، وتعمل منه الفينيل دلوقتي، وتعمل ادوات بقى العياشه مثلا، بوف بتاع ادوات رمضان وزينه رمضان. عم مصطفى احنا كنا قلنا ان هي في الاول خالص بقى لها مئات السنين. نعم. كانت بتستخدم في ايه؟ في الخيام. في الخيام، مهنه اسم الخيمه جاي من الخيمه، الخيام. مظبوط. كانت الخيمه مش منظرها العادي النهارده، كانت الخيمه بتتعمل وتتعمل عليها نقش من جوه زي اللي حضرتك شايفاه الاسلامي، زي النقوش الاسلاميه. بالظبط كده، ومن بره تبقى ساده الخيمه عاديه، بس فيها شويه برضو شغل من الاطراف كده كنت بشوف. بالزبط. ومن جوه كلها تبقى ناش. شكلها كده. نعم. صحيح، في الافلام التاريخيه بنشوفها. بالظبط كده. القطعه اللي حضرتك وراك دي هي اكتر حاجه تقليديه موجوده، البدايات اللي هي كانت بتعمل بتستخدم في السرادق بتاع الافراح. أيوة. والمآتم. ايوه، اللي هي بدايتها. ايوه، كانوا بيعتمدوا على كثرة الالوان. في ناس من الديزاينرز المعروفين جدا. نعم. بيشتغلوا من دلوقتي، او يعني ناس من اللي حافظوا على المهنه، يعني احمد حامد وسيف الرشيدي. دول ثبتنا. دول. أيوة. هم مش حافظوا على المهنه، هم طوروا في المهنه. طوروا في المهنه، يعني النهارده احنا كان كل شغلنا معلقات. فكنت انا كده دخلت كم مسابقه كده، وجينا ناس اجانب قال لي احنا عايزين كل بيت. ليه معتمد على الاجنبي؟ كنا بنشتكي من السوق. عايزين ندخل في كل بيت مصري قطعه. ايوه. فازاي دخلها؟ في زمان اختنا الفضيله رحمه الله عليها دخلتها في العبايات. ايوه. حاجه سامي الاتربي. ابتدت بقى تقلد. طب بلاش بقى عشان دي مكلفه في اليدوي، نعملها تطريز. طب انا عايز اسال حاجه بالنسبه لموضوع التقليد ده. نعم. انا اعرف ان استوات الخياميه بيغيروا جدا جدا من بعض. نعم. ومن ايام وصف مصر مكتوب ان. نعم. كانوا يحطوا ستار. نعم. عشان ما حدش ينقش نقشه زميله ويرسم لوحده. نعم. لسه الغيره دي موجوده لحد دلوقتي. احنا بنقول ان شغلتنا دي بكر، يعني هو النهارده بيمشي يبص على لوحه متعلقه عشان يصورها ويروح عاملها ثاني يوم.
انا عندي المعابد والمتاحف فيها مئات الثور، ياخد اللي ياخده. لا والعصافير بتوع ربنا في السماء ياما، وانا اقدر ارسم تاني. فما دي ما بتهمناش احنا، صح؟ يعني المحترف ما بتهموش قوي، صح؟ لكن الراجل اللي هو ناقل اصلا جايب صوره ناقلها برضه خايف انها تتنقل منه، لكن هي تتنقل. طب ما احنا معظم شغلنا ندى في السوق موجود. طب دلوقتي يا عم مصطفى انت بقى، نعم، انت دلوقتي راجل ما شاء الله الله اكبر، الملك ده كله بتاعك لا مش كله لا يعني الحمد لله راجل مقتدر، شغال فيها ليه يا عم مصطفى؟ ده حب يا فندم، ده عشق والله. لو ببلاش انت تعرف عليك، انا ممكن اقعد على والله اقعد على الصبح، الولاد كانوا يروحوا المدرسه وسايبيني قاعد بشتغل، ويجوا من المدرسه ويتغدوا ويناموا ويصحوا ليه شغال، وانا ما قومتش من مكاني. ولو ببلاش، ما احنا جينا ايام علينا، ما كنا في ايام حادثة الاقصر وبتاع، ما كانش فيه دي، ما كانش فيه شغل، كنا بنشتغل. مبسوط يا عم مصطفى ان محمد ابنك بيشتغل في نفس المهنه؟ طبعا طبعا، وفنان وبيرسم حلو. ده انا كنت زعلان جدا جدا ان ما فيش حد غير محمد تاني، اخوه التاني. انت ما عندكش اولاد تاني؟ انا عندي عمر بس مش ما بيحبهاش. مش غاوي، لكن عندي المدام اتعلمت بالرؤيه برضه، بتعرف حلو. امي رحمه الله عليها اتعلمت، كانت بتعمل معانا شغل فعلا. والله، وما على فكره ما حدش علمها دي، مع كتر العشره مع الوالد والرؤيه علمتها. ولذلك النهارده في حضرتك ناس كتير جدا دخلوا فيها مش وراثه، بيحبوه. يعني كان عندنا في راجل كان عقيد متقاعد في الجيش اسمه رؤوف ايوب، ده ما شاء الله شغل المهنه كلها وطور فيها الى الان، النهارده بيشتغلوا في شغل رؤوف ايوب، طورها جدا جدا، وقعد فيها بتاع 10 12 سنه وسابها. واحنا ماشيين يا عم مصطفى، انت قلت لي ان في فنان جميل قوي اسمه طارق، هتعرفني عليه واحنا ماشيين. اللي دخل فيها مش مهنته طارق الصفتي، وحبها جدا، ويعتبر دلوقتي من افضل الناس. هتعرفني عليه واحنا طبعاً نازلين. عندنا في المعاصرين برضو في قريب من سنه الحاج محمود الحريري معنا يا سيدي. طب ومين عشان نقول اساميهم اسطوات فنانين قدام رحلوا عن عالمنا او موجودين؟ يعني مين اشهر ناس في عالم الخيامين عندنا حاليا دلوقتي او اترحلوا عن عالمنا في الاخر من اجيال اللي علموا بقى اللي قبل جيل الوالد؟ في عبد الشافي، ده اسمه في التاريخ. في حنف زنجير، ده كان الاجانب يجي يصوروه مش شايف، لدرجه واحد اجنبي خدته وعملته نظاره على حسابها وبيشتغل شغل ما حصلش. احنا انبسطنا قوي من الحديث معاك يا عم مصطفى. ربنا يبارك، انا اسعد. حديث جميل ومفيد. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا عم مصطفى. الله يخليك. احنا بقى عشان ما تنسناش برضو عندنا زميلتنا ساره بترسم دايما بورتريه لكل ابطال. ما شاء الله. فنانه. فنانه فنانه زميله. ما شاء الله. تعالي يا ساره. ميرسي يا ساره جدا جدا. تسلم ايدك يا ساره. تسلم ايدك يا ساره. شكرا يا ساره. ما شاء الله تسلم ايدك. اتفضل يا عم مصطفى. تسلم ايدك. شكرا جزيلا. ان شاء الله بقى ايه تفتكرنا. ربنا طبعا في القلب. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. هسيبك انا بقى مع لوحتك واروح بقى انا ايه لطارق ايه الصفتي اللي حضرتك قلت لي عليه ده. في قلب حي الدرب الأحمر وتحديداً قدام باب زويلة، هيلفت انتباهك شارع ضيق عتيق عمره أكتر من 100 سنة، مسقوف بألواح خشب بتزين مباني من ريحة الزمن الجميل، اسمه شارع الخيامية نسبةً لحرفة وفن صناعة الخيم. بمجرد دخولك الشارع هيبهرك جمال الألوان الزاهية للمنتجات اليدوية المصنوعة من فن الخيامية، وكمان هتشوف القماش المطبوع ومنتجات رمضان اللي بتكسر في الشهر الكريم لندرة فن الخيامية وقيمته العالية. عراقة وتاريخ الشارع بيكملها جامع الصالح طلائع اللي اتبنى سنة 555 هجرية، ورغم ده ما اترفعش فيه الأذان ولا أقيمت فيه الصلاة إلا بعد 100 عام من افتتاحه في عهد السلطان عز الدين أيبك. صباح الخير يا حاج طارق، اخبارك ايه؟ نورتي. ان شاء الله اكون بخير يا رب. اتفضل. ميرسي على استضافتك الجميله لينا. ربنا يخليكي، انت نورتي شارع الخياميه. ايوه عم مصطفى فرجنا كل حاجه وعرفنا كل حاجه وقال لي ان انت من افضل لو مش افضل الصنايعيه الموجودين والفنانين الموجودين. ربنا يخليك. تقول تسمي نفسك ايه؟ فنان؟ لا صنايعي؟ لا فنان. اسطى؟ بصي انا جمعت ما بين الاثنين، عشت الاسطوات بتوع زمان وساعدوني ان انا اخد الخبره بتاعه الشغل كله بتاع زمان، وعشت الفنانين الجداد
المصممين وديزاينر فجمعت ما بين الاثنين، فده فضل من عند ربنا ان انا اقدر توصل لكده ما حدش توصل لها قبل كده. يعني كل الناس برضو التعليم ساعدني ان انا اقدر اجمع ما بينهم. مش كل فنانين الخامية متعلمين في السوق، في متعلمين بس هم دماغهم يعني تقليديين ما فكروش يطوروا من نفسهم او ما فكروش انهم يدوروا على ان يوصلوا بالخيامية العالمية. هقول لحضرتك حاجة، انا بطلع معرض بره مصر. تطلع معرض بره؟ بالشغل ده ولا بقانه شغل؟ لا بالشغل، الصبلهات، العصافير، هو اغلبية العصافير والورد والتصميمات القوية جدا. ايه اللي يفرق بين تابلو ده مثلا وده؟ يعني ده تقليدي، ده اي حد ممكن يشتغل فيه، لان ما فيهاش قصات كتير، ما فيهاش كيرفات، ما فيهاش دورانات. فكل ما بيبقى الشغل فيه دورانات او كيرفات دي بتصعب الشغل على الفنان. ينفع نقوم بقى ونشاور على حاجات وتقول لي ده اصعب من ده، ده اسهل من ده؟ يلا. بالنسبه لي انا السمك برضو بياخد بعض الصعوبه، بس مش لدرجه ان انت تركيبات الالوان هنا وان انا اعمل درجات الالوان دي طبعا بتبقى صعب جدا، وانت لازم تنقي ده كله طبعا. لما بتشتغل بقى مع مصممين، يا ترى هو بيقول لك انا عايز دي حمراء وعايز دي سودا وعايز دي منمره؟ بيبقى بالنسبه لهم الالوان هم بيختاروها بالظبط، والماتيريال بالظبط، كله ولازم الماتيريال يبقى قطني. لكن من ضمن الشغل الصعب جدا الشغل الرومي مع الاسلامي مع زي القطعه دي. القطعه دي من اصعب القطع اللي انا عملتها، ومهم جدا ان ما تبانش يعني انا اما اجي اشتغل عشان رفيعه قوي رفيعه جدا ودقيقه جدا. وبصي حضرتك الغرزه مش باينه فيها، الغرزه مش باينه خالص. بس يعني الغرزه لو حد مبتدئ لازم تبان اكتر. تبان اكتر لو حد بقى قسطة كبير، الغرزة ما تبانش خالص. ولازم هنا في القصات دي تبقى مظبوطة. طب الحاجات دي مش اسهل يا طارق؟ دي اسهل بس الحاجات لازم اللي زي دي لازم انا اوصل الفنان اللي معايا انه يعمل حاجات صعبة جدا عشان ما يحكيش. يعني لازم يبقى اللي عندي مش موجود عند حد. ايه اللي اربح النهارده في الخاميه، ان انا اعمل حاجه وابيعها كده، ولا ان انا يجي لي كوميشن يعني طلبيه واعمل حاجات واشغل ناس كده؟ بتلاقي نفسك اضطريت تبقى رجل اعمال مش بس فنان. لا ما هو لازم عشان ابقى رجل اعمال لازم ابقى اشتغل، ولازم ابقى فنان، ولازم اكتسب خبره كل ماده عشان استمر في النجاح اللي انا فيه. انا طلعت بالتابلو ده امريكا، ممكن حضرتك طلعت بالتابلو ده امريكا، اقسم بالله نص ساعه قعدوا يسقفوا لي ان ازاي طلع. هو صراحه يعني طبعا لازم يسقفوا لي. جمع مجموعه الشغل اللي في العالم كله، طاووس، فازه، ورد، رومي، اسلامي، كتابه. انت بترسم الاول يا طارق على ورقه ثم تعمل كذا؟ بترسم الديزاين الاول على ورق وبعد كده ببدا انفذه على القماش. تخيل حضرتك من ده يطلع قماش بالجمال ده. لا الخياميه فن هو يعني. مش بس كده، هو حبك وانت بتقول لي تخيلي يطلع قماش بالجمال ده، وانت كان روحك نفسها مدلوقه في الستاره. هقول لحضرتك حاجه، انا بعض الاوقات اما ببيع قطعه نادره تزعل عليه. انت ولادك اتعلموا يا ترى ولا؟ والله انا نفسي ابني يتعلم بس هو بيحاول يهرب مني. تعالى نقعد تاني. ابنك عنده كام سنه؟ انا عنده 16. وفكرك ان هو هيقعد بقى بالصبر ده؟ ان شاء الله انا هحاول بقدر الامكان ان انا اوصل له انه يحب الشغل زي ما انا حابه. انت عندك ابن واحد بس يا طارق؟ ابن وبنت. والبنت مش عايز تعلم؟ دي كبرت. كليه اعلام، ومحمد ثانويه عامه يخلص ان شاء الله، واحاول اضمه باي طريقه. بص يا طارق، احنا متعودين عشان ما تنساناش، بغير يعني الزحمه اللي احنا عملناها لكم في الشارع، لا ولا يهم حضرتك، ان احنا كل الضيوف اللي يكونوا عندنا في الحلقه فنانه زميلتنا ساره بترسم لهم بورتريه. يا رب يعجبك بقى. ربنا يخليكي. ميرسي يا ساره. ميرسي يا ساره، متشكر جدا. نجم سينمائي طبعا يا فندم. ده انا نجم سينمائي على حسابي. الدنيا دي خيمة كبيرة قوي،
وسماه السقف اللي ساترنا، في العالم كله مفيش غيرنا، ربنا بالرحمة بيشملنا وبيغفر لينا مهما عملنا، ما ربك رب كريم دايما من لطفه بخلقه بيمهلنا، ربنا دايما لعباده سند، سبحان الخالق والرزاق، والخيمة دي دايما ليها وتد، وتدها الطيبة مع الأخلاق.